لا الشعامبي ولا المذبوحي ولا أي إنسان اختار أن يكون في تلك المنطقة ولا الميزابي كذلك، ولكن الله يخلق ما يشاء. أقولها وأكرر، أقولها ليس ذنبي أن أتكلم باللغة الميزابية واللغة الأمازيغية. لو كنت مكاني لوقع لك ولا حصل لك ما يحصل لي الآن. والدتي تناديني على الساعة الثانية بالليل وتقول لي الأعراب يهاجموننا، يريدون أن يحرقوا بيتنا. لا لا معليش صحاب كملهم بعد كل حد. ما هي مطالبكم بعد هذه الدورة؟ والله يقول إن في اختلاف ألسنتكم وألوانكم لآيات. هذه آية عظيمة، أن اللسان ينطق بالميزابية، هذه مفخرة للجزائر. مطالب التي تقدمتم بها بعد هذه الوقت. أول المطالب، نرجو أن الشعب الجزائري والدولة الجزائرية تنصف أهل غردايا. إلى متى؟ إلى متى هذا السكوت؟ إلى متى هذا السكوت؟ والبيوت تحترق والمحلات تنهب وتسرق، أرواح تسفك، وباسم الدين. هذا المشكلة، أنها باسم الدين. أما الأسباب الأخرى كلها تفاهات، والله كلها تفاهات ودر الرماد على الغيون. الحق واضح والباطل واضح. من يتحمل المسؤولية في هذه الأحداث؟ أول من يتحمل المسؤولية هو الشعب الجزائري على سكوته، هذا السكوت الرهيب. من أجل ماذا؟ من أجل كرسي فاني، من أجل زائل. الدنيا كلها ستفنى، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها تاه أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وعد من الله هذا. ونداؤكم للسلطات الأمنية؟ السلطات كفاكم مداهنة. قولوا الحق، من لن يفعل هذا في غردايا؟ قولوا الحق. الأرواح تزهق، أزهاء. 5 من الميزابيين قتلوا، وأحمد الله أنهم قتلوا من الميزابيين، من بني جلدتي ومن إخواني، ولم يقتل أحد من العرب. والله أحمد الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لماذا؟ لأني أخاف الله رب العالمين. المؤمن لا يقتل. كما أوجه نداء إلى شبابنا في غردايا، أرجوكم أيها الشباب، لا نشك في دفاعكم واستماتتكم، ولكن إياكم أن تتحولوا من الدفاع إلى الهجوم. إياكم وإياكم وإياكم، دافعوا عن الحرمات إلى الموت، حتى ولو أدى بكم أن تقتلوا في بيوتكم أو تحرقوا، ولكن إياكم أن تتعدوا على الحرمات وأن تحرقوا محلا، لأن هذه مكيدة شيطانية حتى نتورط فيها. أرجوكم لا تتورطوا في هذا، لا تحرقوا محلا، لا تنهبوا محلا، لا ترهبوا امرأة ولا إنسانا مسالما، ولكن دافعوا عن الحرمات حتى ولو أدى بكم هذا إلى القتل، أن تقتلوا. وبإذن الله ستكتبون عند الله مظلومين، فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. المظلوم بإذن الله، المظلوم إذا قتل في منزله في بيته في حيه بإذن الله نحتسبه شهيدا عند الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. بارك الله فيك.